عليكم الإخوان الأصدقاء، تحياتي لكم الناس اللي متابعينا على القناة ديالنا على اليوتيوب. مرحبا بكم في فيديو جديد كانتي ديال اليوم. الجوعة ديال الأوتيل دوزيام كانتي كنظن فيه الكارت نو بارتون، كورس غدا فيها الدوزيام بروف، غدا ريفيرونس 18 بليس 18 بليس 20، كاتيجوري جد ضعيفة لهذا الإخوان. غادي نختصرو وغادي نمشيو لواحد السبعة ديال الخيل هما اللي جبدتهم هنايا. تيبقى المهم كاين أول عود هو الرقم 6 ليون كليرمونت، العود هو الفافوري ديال الكورسا. المهم الإخوان العود هذا عود مزيان، عود ديال الأوتيل. العود الثاني هو الرقم 9، رقم 9 حتى هو عنده في يدو. العود الثالث هو الرقم 14، والعود الرابع هو الرقم 8، والعود الخامس هو الرقم 12. اتونسيون هذا الرقم 12 والرقم 1 مراهم بيلينيس، رغم انه عنده 10 سنوات، حيت الاودو ضروري غيجيبوا فيهم واحد. انا فضلت الان وتبقى لنا الرقم 11 اسد الاول، حيت 11 عنده 69 كيلو، النافع عنده 69 كيلو، تنظن غيجي فيهم واحد. هذا الشيء اللي كاين الاخوان. نعاودوا البرونوستيك 6 والويت والناف والأونز والدوز والكتورز والرقم واحد. تبقى الأونز أوتسايدر، فلاسور بريز رقم 11. تبقى عود اللي حيدته في آخر ثواني هو رقم 5. الخمسة تيبليا ضعيف. هادشي اللي كاين الاخوان، وتحياتي لكم وان شاء الله ان شاء الله غدا البلارا عندي اللعب غيكون مزيان غدا ان شاء الله. المهم الاخوان هذه هي البرونوستيك ديالي ومع السلامه.